اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك يا ست الكل وصحه عائلتك وصحه زوجك وصحه ولادك في الاكل اللي بتعمليه في المطبخ. الموضوع ما فيهوش فك لوغاريتمات ولا الغاز، المطبخ عندك مكوناته الطبيعيه. احنا النهارده معانا سمك فيليه قشر بياض، انطلب مني من خلال السوشيال ميديا اعمله مشوي صحي. السمك دايما بياخد الزبده وياخد التوم وياخد الفليفر، البعض بيشويه بالرده اذا كان بولتا او بوري او سمك فيليه يتعمل بكاتا وهكذا من الامثال. النهارده هعمل السمك الفيليه مشوي بالشوفان، برقائق الشوفان اللي هي المرتبه الاولى في عادات التغذيه، ودكاتره التغذيه بقول لهم تحيه كبيره، دايما ينصح بالشوفان بالبروكلي الحاجات دي كلها. هنعمله النهارده مشوي ازاي؟ بافكار بسيطه وسهله. معانا بقى من خير ارضنا تشكيله من الخضار متقطع بشكل هندسي، اذا كان مبشور او متقطع كريهات صغيره، صويا صوص وزيت السمسم. هنعمل الطبق ده رز بالخضار، ولكن هناكل الجمبري الجامبو بطريقه غير مباشره. احنا عارفين اوميجا 3 موجوده فين؟ في الجمبري والفوسفور والقشريات اكتر حاجه، اما في زيت السمسم هو التركيز اللي هو بيخرج من السمسم نفسه، غني جدا باوميجا 3، يعني وداعا للنسيان وللشيخوخه. هنعمله النهارده فرايد رايس بالصويا صوص، يعني ايدك من الملح ما تجيش في المطبخ. معانا النهارده عصير لطيف وجميل بمناسبه الحر والصيف، وانا بدايه الحر وانا مع حضراتكم بنعمل ايس كريم، بنعمل عصاير، بنعمل سموزي. معايا سموزي النهارده الموز بالفانيليا. هل الفانيليا تنضرب في الخلاط وخلاص كده، ولا تسيح ناخد الفليفر بتاعها، وازاي نعمل اتحاد قوي بين الفانيليا والزبادي؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض. انا هعمل دلوقتي عصير السموزي مع حضراتكم، سموزي الموز بطعم الفانيليا. استخدمنا للفانيليا ازاي هنشوف مع بعض حالا، وازاي طعم العصير يبقى فانيليا. لو حطيت الفانيليا على البارد وضربتها في الخلاط مش هتشم ريحتها. طب انت هتعمل ايه يا فيلسوف؟ اصبر على رزقك. ده السمك، بس خلاص. حلو، هناخد الفانيليا مع شويه حليب وندوبها على النار. شويه حليب قد ايه يعني يا عم الشيف؟ يعني تقريبا معلقتين من الحليب تدوب بس الفانيليا. لان احنا لما بنحطها الفانيليا لما بنحطها يا ست الكل على البيض بيخش النار، لما بنحطها على حليب في كيكه بتخش النار، ده مش هيخش النار. وانا عايز طعم الفانيليا يبقى ظاهر وواضح معايا يا عم الشيف مع العصير بتاعي. اول ما اشم ريحه الفانيليا، طبيعي كانك بتعملي مهلبيه. زي ما عملت المستكه كده في الايس كريم، حطيت المستكه مع شويه سكر كراميل، اتكرملت المستكه مع السكر فكان طعم الكراميل بطعم المستكه في قلب العصير. طبعا اشكر حضراتكم من خلال السوشيال ميديا والتواصل والناس اللي بتشكرني وبتديني طاقه بالكلام الحلو. الله على الريحه يا استاذه، المصورين يشهدوا على كده ريحه الفانيليا. هل ده يتضرب في العصير؟ على مسؤوليتي انا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه بالله عليك، حصري على فين؟ على فين؟ على التلج. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده. تعال ناخد العصير بتاعنا والخلاط بتاعنا الجميل الحلو، جايبينه من المصروف، خلاط السموزي بتاع التلج، ونضرب ده كله في قلب الخلاط. انت بتعملي عصير موز من 20 سنه احسن مني، بس قولي لي مره كده دوبت الفانيليا في شويه حليب وحطيتها على التلج وعملت الموز بطعم الفانيليا؟ الموز اللي في السوق دلوقتي مش طعمه حلو، مش عارف اشتري موز. هتقولي ليه؟ بروح البيت ماليش طعمه حلو. حلو. موز بطعم الفانيليا، فين الفانيليا؟ دوبتها في شويه حليب وحطيتها على التلج وسبتها، خلاص بقى التلج طعمه الفانيليا. نفس القصه لما تيجي تعملي ايس كريم بطعم الفانيليا، ولكن في فانيليا كمان سائله
صدقيني مش هتديك الطعم الا برضو لما تخش النار. الفانيليا اللي هي اللي هي بشبه الصويا صوص، واخده شكل الصويا صوص. اه الله، طبعا طبعا حلو قوي يا استاذ رحاب. الموز انا ده مش شاريه، الموز ده لقيته عندي خلاص استوى. والموز لما بيستوي من بره مش معناته باظ. الاولاد مش بيعجبهم شكل القشره، فليك الاختيار. الموز ده تعمليه زلابيه، الموز تعمليه بسكويتة، الموز ممكن تحطيه في الكيكه طالما استوى. حط شويه السكر او ممكن تحط عسل، يا عسل نحط التلج. الله عينيا، بس اشغل الخلاط والله. حاضر يا فندم. اه قولوا لي عايزين نخلص، عايزين نختم. طب سيبونا اشرب العصير ده عشان الجو حر، ننزل بالتلج بالحليب المثلج. يلا مع السلامه. الفانيليا ريحتها تطلع من قلب الخلاط. لا 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 لا، هو ده. بس خلاص، سموزي الموز بطعم الفانيليا. الله عليك يا عم الشيف يا صبابين العصير. الله، زيدوا شرباته. حلو، بعدها لك دي يا مخرجنا كوبايه العصير دي. الناس اللي بتحب الفانيليا زيي، انا احب الفانيليا في طعم الرز بلبن، في طعم المهلبيه، عصيده بطعم الفانيليا. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. شيف المغازي دوره بيساعد حضرتك، بيخش المطبخ بنفس المكونات، بنفس الماتيريال، بنفس اللي موجود في الثلاجه، بنعمل الاكل بتاعنا صحي بنسبه تقريبا تعدي 80%. عملنا السمك الفيليه بالشوفان، عملنا رز بالخضار من خير ارضنا والتكنيك العالي مع الصويا صوص وزيت السمسم، عملنا عصير يتحدث عن نفسه وحصري على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، استخدام الفانيليا في العصائر بتكنيك عالي من الخبرة. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.